قررت الجمارك الموريتانية رفع رسوم جمركة السيارات الجديدة أو المستعبلة التي ستدخل الأراضي الموريتانية، وقد شمل القرار مختلف أنواع السيارات. وبحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن القرار الذي صدر الجمعة يقضي بأن السيارات من الحجم الصغير البالغ عمرها من 6 إلى 8 سنوات وصلت رسوم جمركتها إلى 700,000 أوقية، بينما وصلت رسوم جمركة السيارات البالغ عمرها من 3 إلى 6 سنوات 600,000 أوقية. أما بالنسبة لسيارات من الحجم الكبير البالغ عمرها من 6 إلى 8 سنوات فقد وصلت رسوم جمركتها إلى 950,000 أوقية، فيما وصلت رسوم جمركة السيارات كبيرة الحجم البالغ عمرها من 3 إلى 6 سنوات لمبلغ 800,000 أوقية. وكانت السلطات الموريتانية قد قررت منذ سنوات منع جمركة السيارات التي يتجاوز عمرها 8 سنوات، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السيارات.